الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الدين الحنيف، والتي نستضيف فيها فضيلة الشيخ محمد فاضل والمحمد الأمين. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا مرحبا. مشاهدينا الكرام، نناقش اليوم موضوعين في غاية الأهمية والخطورة، يتعلقان بأمراض القلوب: الغيبة والحسد. والغيبة مشاهدينا الكرام كما تعلمون هي أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه، حتى في ثوبه وداره ودابته. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة حين قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فضيلة الشيخ، ما هو مفهوم الغيبة في ديننا الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها وتسألني عن تعريفها بعد ذلك. على العموم، الحقيقة وإن كانت النصوص واضحة كتابا وسنة، إلا أنهم قاعدة في الإسلام تحتاج للفهم، هي أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا بما ومن فيها فتنة، الدنيا فتنة بما فيها وما فيها، ما في شيء فيها إلا وهو عملة ذات وجهين، وجه أحد الوجهين حرام والآخر إما واجب وإما جائز على الأقل. ومن هذا المعنى الذي نتكلم عنه كما قلت، أو المعنيين الذين سنتكلم عنهما، الغيبة والحسد في وجههما الآخر حكم شرعي، وفي وجههما الذي سنبحث الحكم المنهي عنه. الله سبحانه وتعالى قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن فهم من الآية أن التعارف مهم، ولكن من الغريب جدا لخطورة الغيبة أنه لم يأمر بالتعارف، ليست فيه آية ولا حديث تقول تعارفوا. لماذا؟ لأنه لو قالها، لو جاءت في القرآن أو الحديث، لاستباحت الناس كل أنواع الغيبة بدون حدود وسمتها تعارفا. لذلك قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن ذكرك أخاك أو بحثك عن أخاك أو فحص المعلومات المحيطة بأخيك للتعارف لا للتحطيم على الأقل جائز. بعض الأحيان يجب، إذا كنت تريده لوظيفة مثلا، إن خير من استأجر تلقى وجه الأمين إلى آخر المعلومات عن الناس، كما هو الحال في سند الحديث وكما هو الحال في إحفار القرآن الآخر. لكن كيف يقع التعاون دون التعارف؟ لا يصح. وكيف يقع التعارف دون غيبة؟ يصح. التعارف دون غيبة يصح. الغيبة إذن كما قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، ولكن هذا شرط أن تكون مع الناس. فلو كنت وحدك وذكرت أخاك بما يكره فكأنك لم تذكره، وكأنك ذكرته في قلبك، وعمل القلب جله لا يحسب. ولو ذكرت أحدا في الشاشة وحدك أيضا لما اغتبته، لأنك لم تحطمه أمام الناس. المخاف منه أو المحرم هو أن تحطم مسلما وحتى معاهدا، كما يقول العلماء أن المسلم مثله معاهد وذمي في العرض والمال وسفك الدم. من هنا إذن كل من لا يجوز نقص قيمته المعنوية هو الذي تحرم غيبته. أي الغيبة هو ذكرك الشخص، وذكرك هذا أيضا تقتضي اللسان وليس بالضرورة اللسان، وهناك الهمز واللمز بغير اللسان، كلاهما كالغيبة محرم. وأخطر ما في الغيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النمام لا يدخل الجنة نمام، وأنها من أسباب عذاب القبر،
كما في الحديث الصحيح في قضية القبرين اللذين مر بهما صلى الله عليه وسلم، فقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. إذن الغيبة وهي ذكرك أخاك أو ذكرك أختك أو ذكرك أختك أو ذكرك أخاك، معناها بغض النظر عن الضمائر، هنا ذكرك المسلم أو المسلمة أو المعاهدة أو المعاهدة بما يكره لو سمعه كما تفضلت أنت، هذا هو الغيبة. ولكن شرط أن يكون يحطمه، وبالتالي شرط أن يكون في مجال التحطيم، في الشاشات ما يظهر عليها من الدول الأخرى نحن هنا في موريتانيا إذا تكلمنا فيه لا يحطمه هذا، وبالتالي لا غيبة في هذا الموضوع. أيضا في الحملات السياسية الرسمية، نعم الشيخ، في الحملات السياسية مثل هذه المواسم دائما تكثر لمز الأشخاص، يكثر الجرح، يكثر التعديل، في هذا ما هي حدود الشرع في هذا النوع؟ هو هنا خطورة أخرى، وهو أن هذا النوع له من الأمور يساوي نوع لا تسميه الناس به وهو اسمه الصحيح، هو الخصام، السباق خصام، وفي الحديث من خاصم فجر، وفي الحديث الصحيح أيضا من خاصم لم يستطع أن يتقي الله. فالمتسابقون متخاصمون، وخصوصا إذا رجعنا إلى السباق في الانتخابات فهو خصام بمعنى الكلمة، وهنا يصعب على الشخص أن يتقي الله فيه. وتقوى الله فيه أن تذكر، أن يتبادل الطرفان، معناها أن يذكر أنا حسناتك أنت وتذكر أنت حسناتي، لكن هل يستطيعون؟ بعيد هذا من هذا، لأنهم كلهم يريدون أن يحتل المنصب ويسبقوا الآخر إليه. من هنا إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقط تفهم الناس أن الغيبة مكلفة بها جماعة من الملائكة تراقب الإنسان إذا أكل الغيبة، فتسجل هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الهمس أو هذا اللمس، وتسجل حجم تأثيره والطريقة التي وعن بها، وتحفظها لصاحبها في السجن لا يمحى، لا تمحيه السحاب ولا دابة الأرض الأرض ولا شيء من وسائل التعرية أو وسائل الإتلاف، لا يتلف ذلك الملف الذي فيه الغيبة أو غيرها من الأعمال، لا يتعرض للتلف إلى يوم يبعثون فيعطى له هذه غيبتك. من هنا إذا تكون هي جزءا من الدين الذي لا تنفع فيه التوبة. يجب أن نفهم أن الغيبة دين لصاحبها على الذي أخذ غيبة، على الذي أكل غيبته، وليست من الدين الذي ينفع فيه الاستغفار أو من المعاصي التي ينفع فيها الاستغفار، ولا الحج المبرور، ولا الموت في سبيل الله، ولا التوبة النصوح، لأنها من حق العبد على العبد، والله لا يظلم الناس شيئا. نعم، لا شك أن الغيبة أنها ذنب عظيم جدا، ما هي العقوبة المترتبة عليها؟ وفي الحقيقة نمام فعال، والمالك يقول فعال نومي فعال نومي فعوله في كهرة عن فاعل بديل، فمن أكل الغيبة مرة واحدة أو اثنتين بقي من المؤمنين الذين ترجع لهم التوبة والمغفرة، ولكن يبقى الدين عليهم. أما النمام معناها أكال الغيبة والمشاء بها، هماز مشاء بنميم، هذا لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام أي فعال، أنا أهل معروف بها والذي هي مهنته أو هوايته في الحياة ليس من أهل الجنة، لا يدخل الجنة نمام، حديث صحيح أخرجه مسلم الإمام مسلم، ولا يدخل الجنة قتات أخرجاه مسلم والبخاري متفق عليه. من هنا إذا يجب أن نفهم أن هذا النوع له من الأمور فيه خطورة أخرى، أنه لا ثمن لهم، معناها الفقير والغني سهل عليهما، المرأة والرجل سهل عليهما، المريض والصحيح سهل عليهما، الكبير والصغير سهل عليهما، المسافر والحضاري سهل عليهما، اللسان عمله بقسميه بخيره وشره ميسر للعباد بالنسبة لخيره، لأن لا يكون للناس على الله حجة، فيقول الفقراء ربنا لم تعطنا ما نتقرب به إليك، فيقول لهم اللسان الحمد لله تملأ الميزان. وبالنسبة للغيبة ابتلاء أيضا، وما فيه شيء في الدنيا إلا هو سلاح ذو حدين كما قلنا، ينفعك ويضرك، اللسان يمكن أن يخلد الإنسان في النار كمن كفر، ويمكن أن يخلده الجنة كمن آمن، ويمكن الكلمة الواحدة أن تكون قيمتها رضا الله أو 70 سنة في النار ذهاب فقط دون الإياء. إن رجل لا يلقي الكلمة، لا يقول الكلمة، لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خارفا في قعر جهنم، أو إذا كانت من الخير يجد بها رضوان الله. هنا إذن الكلام كله خطير وأنواعه كثيرة، ومن أخطرها الغيبة، وأدل دليل على ذلك
قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان إذا رقم واحد في الخير ورقم واحد في الشر، ويسر وأيسر ما تحصد به السيئات والحسنات مع اللسان. من هنا أيضا الغيبة من أعمال اللسان الخطيرة والخطيرة جدا، والتي هي في المجتمع الموريتاني فاكهة المجالس. لا مجلس طائب بدونها، لا يطيب المجلس إلا بالغيبة في موريتانيا على الأقل، وربما في المجتمعات الإسلامية أو كثير منها. بديت شيخ، هل هناك حالات تجوز فيها الغيبة؟ هو الذي بدأنا به وهو التعارف. ما بدأنا به وهو التعارف، وهو المستهنى وحده من الغيبة، ويشترط فيه أن يكون تعارفا لا غيبة أيضا. لا غيبة أيضا. لماذا؟ لأن التعارف قد يقع بدون الغيبة. وهنا نحتاج لأن نعرف هل لك حاجة بمعرفة الشخص أم لا. إذا لم تكن بينكما معاملة لا داعي للتعارف معه، وإذا كانت يجب أن تكون دائرة البحث هي دائرة المعاملة، قوي اليمين مثلا أو الذي يصلح لهذه المهنة. فإذا وسعتها إلى هو طويل ولا قصير، هو أذنه مشرومة ولا ما، هي حدود الحاجة الضرورية لها، هذه التي يجب أن يكون البحث حولها، ومع شخص واحد وليس في وسائل الإعلام ولا أمام الناس ولا كما هو الحال في الحملات. واضح؟ نعم. إذا الغيبة ولا نسميه الغيبة، التعارف ما يمكن أن يتقارب مع الغيبة منه، وتعرف نحن على طريق. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط ها قال فيه صلى الله عليه وسلم: تركتكم على أمر المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن من سار على هذه الطريق المعبدة التي عليها الضوء لاحظ سهولة الخروج منها وسهولة الدخول فيها أيضا. أنها أقل قليل يدخلك في الصراط وتكون على الصراط المستقيم، وأبسط الأمور يخرجك عنه إلى أخطر حدود. أخطر الحدود هنا إذا الغيبة قريبة جدا من التعارف. نعم. وأفضل ما يمكن، أفضل ما يمكن مسافة بين أفضل هما يكاد يكون جرى متجاورة. أفضل ما يمكن أن يفعل فيها مع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الصحابة ذات ليلة أو ذات وقت وخبر عن بعض الصحابة: يا رسول الله فلان فعل كذا وكذا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه صحابي آخر: يا رسول الله، أو نفس الصحابة الله أعلم، يا رسول الله فلان الآخر فعل. حتى كان هنين وثلاثة فدخل المسجد وقال: هيه لا تلحد يقول شأن أصحابي. لم يسمي أحدا، وإنما قال: لا يأتيني أحد بخبر عن أصحابي، فإني أحب أن أدخل عليهم وليس في قلبي لأحد منهم شيء. إذا سلامة الصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الأمور كل حال بقدر. نعم. والناس كلها لن يفعل إلا مقدرا. نعم. فالأفضل للمسلم أن يتكل على الله أولا، ويعرف أنه لن يصيبه إلا ما كتب له. نعم. وأن الأمة لو اجتمعت على وعلى على أن ينفعك وعلى أن يضرك لن يصل إلى شيء إلا بقدر. من هنا يخفف على نفسه الخوف من هذا. نعم. ومن هذا ومن ذيك ومن ذاك. نعم. هذا الخوف لا مبرر له بكل واحد. نعم. فضيلة الشيخ، وإذا كان فيه مفر منه فليس أهل الغيب. إيه. لأنك أدخلت في الحرب قدرة رب العالمين. نعم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. الجزء الأول تطرقنا لموضوع الغيبة، بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سنتطرق للجزء الثاني والموضوع الثاني هو الحسد. ابقوا معنا مشاهدين الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذا البرنامج الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد فاضل والمحمد الأمين، والذي نناقش فيه بعض أمراض القلوب. كنا في الجزء الأول ناقشنا موضوع الغيبة، وفي هذا الجزء نناقش موضوعا آخر خطيرا هو موضوع الحسد. والحسد كما هو معروف هو أن يتمنى شخص زوال النعمة عن شخص آخر وأن تكون له، وهو بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والحسد أول معصية وقعت من الخلق، لما حسد إبليس آدم، لما حسد قابيل هابيل. فضيلة الشيخ، ماذا عن الحسد في الشرع؟
نرجع لنفس الصورة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعنا له بإحسان إلى يوم الدين. نرجع لنفس الصورة في موضوعنا الأول، وهو أن هذه عملة ذات وجهين. هناك ما يسمى بالتنافس والتسابق، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي وجه العملة الآخر الحسد. إذا شعر أحد بغبن بدأ الحسد، بدأ الشيطان يضرب على هذا الوتر، وبدأت النفس الأمارة بالسوء، وأصبح الإنسان مؤمن بين كافرين كما يقول الملك، هو النفس والشيطان الأمارة بالسوء. فعلا السباق ضروري ومن سنن الحياة، ولولا الوئام لهلك الأنام، لولا التسابق والأسوة الحسنة التي يريد الآخرون أن يقتدوا بها في الدنيا وفي الآخرة لما استطاعت الناس أن تعمل عمله، لأن العمل صعيب دونه صعوبات، فالذي يشجع عليه هو وجود أسوة حسنة فيه. في المال أكثر منك مال، في العلم أكثر منك علم، في الورع أكثر منك تقوى، في الحج حجت وأنا بقيت، في زكاة وأنا إلى آخره. معناها السباق في أمور الدين والدنيا الصالحة أو الموافقة للشرع ضروري. فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافسوا المتنافسون، ولكن كيف نتنافس ولا نحسد؟ هذه الإشكالية. الحسد كما عرفته أنت هو، وإن كان الشرع قد يعبر عنه بالغبطة لا حسد إلا هنتين، ولكن هو بمعناه الأخص أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك، سواء تمنيتها لنفسك أم لا. وأرسم بحبك زوال النعمة عن غيرك، الحسد تحسن رسمه. إذن مطهرة القلوب عرفت الموضوع بهذا البيت. وفي الحقيقة يصعب على الإنسان أن يوجد في بيئة ولا يجد نفسه فيها حاسدا لأحد، يصعب. معناها لابد أن يدخل حربا مع نفسه. والمشكلة أن القضية تذهب إلى أن تبلغ مرحلة الانتقاد على رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه المشكلة الكبيرة، أن يكون الشخص يستغرب أن الله أعطى لفلان ما لم يعطه هو، أو أعطى لها ما لم يعطي لزميلتها. حتى في الصورة، معناها القامة، أنا قصير، أنا طويل، أنا شين، أنا خارج اللي يزين مني، أنا لوني كذا، أنا شعري كذا، أنا أنفي كذا، أنا أذني كذا. سبحان الله رب العالمين، دخل في خلق الله عز وجل. كل شيء فيه حسد، كل شيء فيه حسد، والمال والذكاء وإلى آخره. معناها الحسد الحقيقة هو التسابق، سميهم صنوين، سميهم فرس رهان، سميهم خليلين لا يفترقان، معناها يصعب عليك أن تجد أحدهما صافيا دون الآخر. من لا يدخل السباق معناها غير موجود في الدنيا، الدنيا في الحقيقة حركة حياة وسباق، ومن دخلها وجد الحسد بالمرصاد له، هي المشكلة. إذن يرجع الشخص للنصوص ويفهم أن الموزع رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن التوزيع لما ينتهي بعد، معناها مشكلته الحسد، قانون أن توزيعه تحلابه ما هو صحيح، لأن الله يوزعه في الدنيا ويوزعه في البرزخ ويوزعه في المحشر ويوزعه في النار وفي الجنة. التوزيع مستمر، قد نفقد الشيء الآن ونجد أكثر منه أضعاف مضاعفة في الآخر، حتى يتمنى أهل العافية أن أجسادهم تقرض بالمقارض هي من هذا الباب. واحدين في الدنيا خلقوا بطريقة لا ترضيهم ولا ترضي والديهم، فلان عندهم علة طفل زحاف ولا طفل زحاف ولا أعمى ولا أبكام ولا طرف، هذه مشكلة كبيرة في الدنيا ونعمة كبيرة في الآخرة. متى يرضون عن الله؟ يوم يومين في الجنة، هذه المشكلة. لأن الإيمان لا يبلغ درجة الكمال حتى يكون الواحد يرضى بقضاء الله وقدره، صعيب صعيب هذا المقام. وفي القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفي الحديث تنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجرهم، ولا تنصب لأهل البلاء بل يصب عليهم الأجر صبا حتى يتمنى أهل العافية أن أجسادهم تقرض بالمقارب. إذن متباعد جدا هذا. وفي الحديث حما يوم كفارة سنة، وفي الحديث لا تصيب المسلمة أي مسألة تؤذيه حتى شوكة تشوكه أو المسألة تكدر عليه
إلا حطت عنه سيئة إن كانت له سيئات، ورفعت له درجة إن لم تكن له سيئات. هي القاعدة، هي القاعدة المحاسبة التي تقع في المحشر، والتي عنوان الصرافات فيها هي: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا هو عنوان الصرافة في المحشر. نعم فضيلة الشيخ، هذا الحسد هو داء عظيم جدا والكل يحاول أن يتجنبه، ما هي وسائل علاج هذا الداء؟ هذا هو الذي نحن في أثنائه، معناها علاجه أولا اكتشاف أو فهم أن التوزيع مستمر. إذا نقصت شيئا وصار عند أخيك لا تحسده، وسل الله من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. من هنا إذا وجدت نعمة عند أخيك وليست عندك، فافهم أولا أن المعطي الله وليس هو الذي أخذها، ليس هذا هو الذي اغتصبها من الله. الله لا يستطيع أحد أن يغتصب منه شيء، الله يعطي بالاختيار ويعطي لحكمة وليست منها منفعته هو على كل حال. لا يعطي دفاعا عن نفسه ولا جلبا لمصلحة نفسه. هو الغني: يا عبادي أنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. وانت يا العبد أعرف أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد قدره الله عليك، وفي رواية كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وشفيت الصحف. العقيدة إذن تقويتها مهمة جدا للغيبة وللحسد. الحسد مشكلته أن صاحبه إذا بلغ به حد النقد على رب العالمين تعرضت عقيدته للخطأ، تعرض إيمانه للخطأ، لأنه لا يرضى بالقدر، والقدر رضا به شرط أساسي في العقيدة. وفي حديث جبريل الذي اتفق عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه قال: صدقت، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: صادقا على كلها. قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدق. من هنا إذن لا علاج للحسد حقيقة. لماذا؟ لأن التفاضل سنة، وقد بيّن سبحانه وتعالى حكمته، وأنه ليس لسواد عيون هؤلاء ولا لزرقة عيون أولئك. التفاضل امتحان، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ما هي درجة واحدة. إذا مولانا عالم هو اللي رايد ليش؟ ليبلوكم فيما أتاكم، معناها امتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هنا إذا نفهم بعد قاع هذا شنو، هذا شنو، هذا امتحان. الدنيا ليست جزاء لقوم وعذابا لقوم، ذيك الآخرة، الآخرة فيها دار جزاء أي نعيما لقوم، ودار جزاء أي عذابا لقوم. والدنيا ليست كذلك، خلط فيها الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. إذا هذا كله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هنا إذا يفهم الشخص إذا شنو اللي هو فيه وماذا يراد به، ومن هنا ترتخي أعصابه ويخف استجاء مما ليس عنده، ويخف أيضا فرحه بما عنده. معناها إذا وجد التمرة وغمسها في الزبد وتلاقي رفدها على هم، يلا يفهم ان هذه فتنه، ليست هذه فتنه، هذا امتحان. كل الشهوات امتحان، وكل الشدائد ايضا امتحان هي الاخرى. هل تصبر؟ هل تشكر؟ هل تتحرى الحلال في الشهوات؟ هل تتحرى الحلال ايضا في اتقاء المكاره؟ من الناس من اذا وجد مكروها رمى به غيره هو سلمه، هو هل هذه الطريقه جائزه؟ وهكذا. إذن القضية أكبر وأخطر من مما نتصور. فالحسد حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهلك الأولين، وقال: دب فينا، دب فيكم دا الأمم قبلكم، وقال: مصدر الأول الدنيا. قال أنه ما يخشى علينا الفقر، وإنما يخشى علينا الدنيا أن تبسط لنا فنتنافسها كما تنافسها فتهلكنا كما أهلكت ملك الحرم. كلها على هذا، على الحسد، دولة ودولة، قرية وقرية، أسرة وأسرة، شخص وشخص. حسد تنازع، سباق، سباق إما عن الشر وإما إلى الخير. هل هو قاع شر وهل هو خير أيضا؟ سؤال مطروح. هل هذا خير أو شر لقوله تعالى وللواقع وقوله أوقع وأصدق؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
أصلح الله قلوبنا جميعا إن شاء الله تعالى، ونجانا من الغيبة والحسد وغيرها من أمراض القلوب. مشاهدينا الكرام، في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد فاضل محمد الأمين على هذه الحلقة، كما نشكركم أنتم أيضا على حسن المتابعة. وإلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.